للوقوف عند تطورات المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين وفشل المنظومة الدولية لإيقافها في ظل استجابة العالم لدعوات الإضراب الشامل، ينضم إلينا عبر سكايب من الكويت العاصمة الكاتب السياسي الفلسطيني علي بغدادي. أستاذ علي حياكم الله، مرحبا بكم. يعني في ظل تحقيقات لمنظمة العفو الدولية تتحدث عن استخدام الاحتلال أسلحة أمريكية محرمة قد استخدمتها في المناطق المدنية، ولكن تحت هذا العبارة وتحت هذه الخطوط الحمراء، كيف قرأتم خريطة الاستهداف التي وضعها الاحتلال؟ تحياتي لك أخي الكريم وللجمهور الكريم جميعا. نحن اليوم وصلنا إلى اليوم 66 من العدوان الإسرائيلي الأمريكي على غزة، وحدث اليوم كما عرفت في التقرير قبل قليل موضوع الإضراب، والإضراب هو خطوة إيجابية جيدة، وأعتقد أنها لها ما بعدها وهي تشجع على المزيد من الإضرابات. الوضع الميداني أو الوضع المدنيين في داخل غزة هو وضع مزري وبائس، وصلنا إلى 15,000 من الشهداء. نعم. الشهداء والجرحى يصل إلى 50,000، معاناة، تجويع، أمراض. الآن دخلنا في فصل الشتاء، هناك احتمالات للأوبئة وللأمراض المعدية أن تتزايد حسب التقارير من المؤسسات الصحية، وبالتالي الوضع الإنساني هو وضع مأساوي ويحتاج مزيد من الضغط ومزيد من الجهود، الضغط على الموقف الأمريكي أولا ثم الموقف الإسرائيلي لإيقاف هذه الحرب. في الحقيقة ما شهدناه في الأيام الماضية منذ العدوان فضح بشكل واضح السياسة الأمريكية، السياسة الغربية التي امتازت بثلاث خصال: الأولى هي النفاق، والثانية هي الكيل بمكيالين، والثالثة هي ازدواجية المعايير. النفاق نراه في أنهم يصرحون تصريحات مخالفة عن واقع العمل، كما شهدنا في تصريحاتهم بشأن الوضع الإنساني واستهداف المستشفيات والمدنيين. الكيل بمكيالين نراه في الفارق بين ميزانهم في الحرب في أوكرانيا وبين الوضع في غزة، قضية ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي الذي يتعاملون معه بالقطعة، وقضية العدالة والمساواة تستدعي أن يكون الجميع تحت طائرة القانون على قدم المساواة، وهذا ما لا يقوم به الأمريكون تماما فيما يتعلق بالعدوان على غزة. طيب أستاذ علي، رغم هذه المجازر الوحشية، ولكن الإدارة الأمريكية أمهلت الاحتلال حتى نهاية هذا العام لإنهاء عملياته العسكرية، هل نفهم من ذلك أن تغيرا ما حدث في موقف الولايات المتحدة من العدوان على غزة؟ هل نفهمه بهذا الشكل؟ الموقف والتغير فيه يحكمه الوضع الميداني، وضع الميدان، وضع القتال، وضع الصمود، صمود الشعب الفلسطيني أولا، ثم صمود المقاومة وإثخانها في العدو ثانيا. لا شك أن العدو الإسرائيلي فقد السيطرة على الرأي العام العالمي. الآن الدنيا كلها تتحدث والصورة تفرض نفسها، الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام الرسمية لم تعد قادرة على المزيد من الكذب، الحقيقة فرضت نفسها، وبالتالي زمام المبادرة خرج من الجانب الإسرائيلي الذي عاد الآن يهتم في صورة هيبة الجيش أكثر من صورة الإسرائيلي الوديع المتسامح الديمقراطي. لكن الأمر بالنسبة للأمريكان مخالف تماما، الأمريكان يهتمون بصورتهم، خصوصا أن لديهم مشروعا ينافسهم في ذلك المشروع الصيني والمشروع الروسي، وبالتالي صورة الديمقراطية الغربية والحالة الأمريكية مهمة جدا. إذا استمر الضغط الشعبي بهذا الشكل والضغط الإعلامي، لا شك بأن الأمريكان سيصبحون في وضع حرج. حتى هذه اللحظة ما زال الضغط متزايدا، لم يصل الأمريكان لقناعة بإيقاف إطلاق النار، لكن أعتقد أنه مع انتهاء هذه المدة وعدم تمكن الجيش الإسرائيلي من إنجاز أي إنجاز عسكري حقيقي، لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من إنجاز أي إنجاز عسكري حقيقي، وبالتالي هو مطالب الآن أمام الأمريكان الداعم الأمريكي بفعل، وإلا سيضغط عليه الإيقاف إطلاق النار. أستاذ علي، هذا الدعم الأمريكي بالسلاح ومنه المحرم دوليا،
ألا يجعل من الولايات المتحدة شريكة في ارتكابها مجازر وحشية ضد الشعب الفلسطيني؟ بكل تأكيد الولايات المتحدة شريك أساسي في هذا العدوان، هي ليست فقط متضامنة مع الكيان الإسرائيلي بل شريك في التخطيط وشريك في التنفيذ. الرئيس الأمريكي حضر مجلس الحرب، بلينكن زار المنطقة، زار الكيان الإسرائيلي 4 مرات خلال شهر، يعني هذا أمر غير معقول في الميزان الدولي. نحن لا نتحدث عن حالة تحالف بين دولتين، نحن نتكلم عن حالة اندماجية من الانخراط في العدوان بشكل مباشر. الأمريكان فتحوا مخزونهم، فتحوا أموالهم، فتحوا دبلوماسيتهم باستخدام الفيتو ضد العالم كله، يعني حتى غوتيريش يعني ينتقد، أصبح السياسة الأمريكية يعني أصبح الأمر خارج نطاق المقبول حتى عند الدول التي كانت تدور في ضمن الدائرة الأمريكية. أمريكا هي شريك أساسي في هذا العدوان على غزة، وليست العلاقة فقط مجرد أنها داعمة للكيان الإسرائيلي بل مشارك في كل الخطوات. وحتى عندما نقول أنه علينا أن نضغط من أجل إيقاف إطلاق النار، فنعني بذلك الضغط على الموقف الأمريكي أكثر من الضغط على الموقف الإسرائيلي. طيب أستاذ علي، لنأخذ الجانب المشرق، ولو أن في غزة ليس هناك يعني وجها مشرقا، ولكن نحن نتحدث عن إضراب شامل عم أنحاء العالم لإيقاف العدوان على قطاع غزة، كيف تابعتم هذه الدعوة وتأثيرها؟ هذه الدعوة دعوة إيجابية، وهذه خطوة جريئة تم إطلاقها كمبادرة ذاتية من الناس المناصرين للحق والعدالة، ولقيت استجابة، وأعتقد أن هذه كانت استجابة أولية وسيبنى عليها المزيد من الدعوات مثل هذه لممارسة الضغط بشكل أكبر وأكبر. لا شك أن أي خلخلة في أي عملية استقرار في المنظومة الاقتصادية في العالم ستساهم في الضغط على الجانب الأمريكي لإيقاف إطلاق النار. الإضراب أعتقد أنه كان خطوة متقدمة، وهذه الخطوة يبنى عليها خطوات أخرى أكثر وأكثر. قد تكون في البداية اليوم الاستجابات كانت متفاوتة من مكان إلى آخر، لكنها حدثت صدى كبيرا في الحقيقة، وهذا النجاح سيولد وسيشجع على المزيد من النجاحات ومزيد من الضغط. أستاذ علي، بعد التظاهرات المليونية التي شهدها العالم على مدى يعني أكثر من شهرين، وأيضا الإضراب العام على مستوى العالم، ولكن في هذه النقطة تحديدا، إلى أي مدى ترى أن هذه الخطوة التصعيدية يمكن أن يتبعها خطوات أخرى لكي تثبت أن الشعب العربي والشعب الإسلامي وحتى الشعوب الغربية هي يعني مستيقظة تماما لما يحدث في قطاع غزة من مجازر وحشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ الشعوب العربية أو سواء العربية أو الإسلامية أو شعوب العالم الحر لم تهدأ منذ أن حدث العدوان في يوم 7 تشرين. المظاهرات والاعتصامات والندوات والمبادرات الشعبية مستمرة، والضغوط مستمرة، والضغط الإعلامي قائم في الحقيقة، ولكن حجم وضراوة المعركة واستشعار الخطر عند الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي يعتبر هذه المعركة معركة وجودية، وهذا سبب الدعم الأمريكي الكبير، اعتبروا هذه المعركة معركة وجودية، يعني تكون إسرائيل أو لا تكون. وبالتالي فهذا الضغط رغم أنه غير مسبوق في حجمه، المظاهرات المئات الآلاف خرجوا في لندن، في نيويورك، في برلين، في باريس، في العواصم الأوروبية الأساسية، ولكن لا زال حتى هذه اللحظة الجانب الأمريكي جانب متعنت وهو معزول في الحقيقة. هو الآن يعني باستثناء الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي والتابعة بريطانيا، فكل دول العالم الآن تنادي بوقف إطلاق النار، وقف العدوان، وتدين الهجمات الإسرائيلية. أعتقد أننا نحتاج إلى مزيد من الضغط. أما سبب إصرار العدو الإسرائيلي ومن خلفه الدعم الأمريكي، هو أنهم اعتبروا هذه المعركة معركة وجودية، واستشعارهم للخطر الحقيقي الذي تمثله المقاومة الفلسطينية في غزة. أستاذ علي، من الملاحظ في يعني ربما يوم أمس وهذا اليوم، الاحتلال يعلن عن خسائره من القتلى والجرحى من الجنود
الضباط وخاصة الجرحى، وحيث أعلن أن عددا من المستشفيات الإسرائيلية استقبلت حالات كثيرة جدا من الضباط والجنود الإسرائيليين. ما الذي دفعهم إلى هذا الإعلان في هذا التوقيت تحديدا؟ لا يمكن أن يستمروا في إخفاء الحقيقة، وهذا منذ اليوم الأول. الخسائر المعلنة أقل بكثير من الحقيقية. الآن هم أصبحوا في داخل غزة، في داخل أحياء غزة، وبالتالي أصبحوا في مرمى النيران بشكل مباشر، واصطيادهم أصبح أمرا سهلا بالنسبة للمقاومين. أصبح واضحا أمام العالم كله أن حماس والمقاومة بشكل عام لن تستسلم. لا أحد الآن يتحدث عن استسلام حماس، أما غير وارد حتى لو وصلت إلى نهاية النهايات. فبالتالي ضراوة المعركة والبراعة الإعلامية للمقاومة ببثها الصور والفيديوهات الواضحة، أعتقد أن النصر الإعلامي أيضا للمقاومة يضاف إلى النصر العسكري، أجبر الاحتلال على الاعتراف بخسائره، وأيضا النزول عن الشجرة قليلا. الأهداف الآن أصبح لم يعود يتكلم عن إنهاء حماس كما كانوا يتكلمون في البداية. صحيح. لم يحدثوا إنجازا، وعندما نقول إنجاز العسكري نعني بذلك كشف شبكة الأنفاق، إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، إيقاف ضربات المقاومة، لا تزال منظومة المقاومة تعمل بفعالية، والصواريخ تطلق على تل أبيب وعلى غلاف غزة، ما تزال منظومة السيطرة والاتصالات قائمة، وبالتالي رغم كل التدمير الذي أصاب الحياة المدنية والوحدات السكنية ومعاناة المدنيين، لكن المقاومة لا تزال قائمة وتثخن في العدو الإسرائيلي وتجعله يدفع الثمن غاليا. أعتقد العدو الإسرائيلي غرز في أوحال غزة، وليس أمامه الآن إلا أن يوقف إطلاق النار وينسحب. أستاذ علي، هنا في هذه النقطة أنت ذكرت المقاومة الفلسطينية، ما هو غاية وهدف المقاومة الفلسطينية من بث العمليات العسكرية سواء كان على الداخل الفلسطيني أو على الداخل الصهيوني، خصوصا إذا ما علمنا أن هناك أكثر من 300,000 إسرائيلي قد غادروا إسرائيل؟ يعني الحرب الإعلامية هي جزء أساسي من الحرب، والمقاومة كما شاهدناها أثبتت مصداقيتها. يعني كلما يخرج الملثم أبو عبيدة ليلقي خطابا تتلوه الفيديوهات الموثقة لخطابه، بينما نرى في الجانب الإسرائيلي أضحوكة، نرى يعني كلما يخرج الناطق العسكري أو كلما يبثون صورا أو فيديوهات تنهال يعني السخرية منهم. بث الصورة الموثقة والعمليات الشجاعة بشكل واضح وبشكل يومي ومستمر ودون توقف، هذا يرفع من الروح المعنوية ويدفع الشعب الفلسطيني لمزيد من الصمود، لأنه يعرف أن صموده ليس بلا ثمن بل بثمن كبير جدا، وأيضا يضرب في عمق الكيان الإسرائيلي وفي وحدته الداخلية وفي الضغط على إيقاف إطلاق النار، لأن حتى العسكريين أصبحوا الآن يدركون أنه لا جدوى من استمرار الحرب، لم يعد هناك أهداف عسكرية قابلة للتحقق أكثر مما تم تحقيقه. نعم. عبر سكايب من الكويت العاصمة الكاتب السياسي الفلسطيني علي بغدادي، شكرا جزيلا لكم.